وإذا ركبوا في الفلك المشركين دعوا الله. وهنا قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر. النجاكم منه الله. فلما نجاكم إلى البر أعرضتم تعرضوا، لما يطلعكم برا تعرضوا تكفروا تشركوا أعرضتم وكان الإنسان كفورا. شفت الصنف ده؟ الصنف اللي بيعرف الله في الرخاء، اللي بيعرف الله في الشدة ويشرك في الرخاء، هذا ربنا قال كفورا. ما بالك بل بيشرك في الرخاء والشدة، ده شنو يعني؟ ده فات الكفر بهناك ذاته. وكان الإنسان كفورا. ربنا بيناقشهم: أفأمنتم، قال لهم، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ يعني انتوا قايلين الله بر ما بيقدر عليكم، يعني لما تخشوا جوا تنادوا ولما تطلعوا برا تقعوا في الشرك؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ انتوا قايلين الله في البر ما بيقدر عليكم يعني؟ أو يرسل عليكم حاصبا. والحاصب هو المطر الذي معه الحجارة، أمطار تجي نازلة وتنزل معها حجارة. أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا، أبتلقوا مخرج. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى؟ ولا كمان أنتوا أمنتوا إنه الله يرجعكم البحر تاني، البحر الأسي قبل شوية كنتوا جوا ولما الله مركم برا بقيتوا مشركين، ما ممكن الله يرجعكم تاني؟ ها؟ أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى جوا في البحر فيرسل عليكم قاصفا من الريح، الريح الشديدة التي تدمر السفن، هذه القاصف زي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما. الله قال لهم قادر أنا أرجعكم تاني وأرسل لكم ريح تدمر لكم السفن قاصفا من الريح فيغرقكم، تغرقوا جوا بما كفرتم، بسبب كفركم، بسبب الكفر والشرك اللي انتوا بتعملوا، ثم لا تجدوا لكم به علينا تبيعا. ما تجدوا إنسان يحميكم ولا تجدوا إنسان يدافع عنكم إذا أراد الله بكم سوءا، إذا أراد بكم سوءا لا تجدوا ناصر ولا تجدوا حامل لكم ولا تجدوا مدافع لكم. هذه الآيات فيها رد، نختم، فيها رد على المتصوفة، وفيها دليل أن الله عز وجل في السماء. رضي الصوفية أم أبوا؟ شوف يا صوفي، إنت رضيت ولا ما رضيت؟ الله في السماء، جود عينك، جود عينك في السماء، عرفته؟ وعندنا دليل، إنت عندك دليل، محمد المنتصر اللي زيرك قال الله لا قدام لا ورا لا يمين لا شمال لا فوق لا تحت. طيب وين؟ طيب وين يعني؟ يعني وين؟ ها يا اخواننا، مش دي هالاتجاهات كلها؟ لا فوق لا تحت، لا شمال لا يمين، لا قدام لا ورا. طيب وين يعني؟ ما في مرة واحدة عنده الله، ما في مرة واحدة، عرفتها؟ يقول لك كده عشان يقول لك تعال أبوي الشيخ قاعد، الله لا ورا لا قدام لا فوق لا تحت، لكن أبوي الشيخ فيه قاعد، قدام فيه ورا فيه شمال فيه يمين فيه. مش الله قال لك بكل الاتجاهات ما في؟ قال لك عين قدام، هنا الله ما في، قال لك لكن نادي الهمام. عين ورا قال لك الله ما في، لكن نادى بشرى. عين يمين الله هنا ما في، لكن نادي الصالحين. عين شمال الله ما في، نادي منه الكمال. عين فوق الله فوق ما في، نادي منه نادي أهل الزوق. عين تحت تحت الله ما في، أنادي منه نادي بمسك. شفت الصوفية ده المجارمة كيف؟ داري هو تقالب يقول لك كده ليه يعني؟ ليه؟ إنه الله لا بهينا لا بهينا، شان يقول لك تعال لي ناسنا ديل، ديل قاعدين في كل الاتجاهات فيه، كذاب مجرم. يا زول الله في السماء. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ الصوفية من جهلهم ومن غبائهم، ديل أغبى ناس، أغبى ناس، عقول ما عندهم، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. من جهلهم ومن غبائهم ومن عدم معرفتهم بالشريعة
قالوا أأمنتم من في السماء؟ ده جبريل. قالوا بالله منو اللي قال لك ده جبريل؟ قال لك منو؟ ها منو اللي قال لك ده جبريل؟ احنا بنقول لك أأمنتم من في السماء؟ ده الله بدليل الآيات اللي جبتها لك من سورة الإسراء. ما هنا هنا في سورة الملك ربنا قال أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. طيب البرسل الحاصب منه؟ تعال اربطها مع الآية بتاعت الإسراء دي، فيرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم به تبيعة. ده منه؟ ده الله، لأنه قبالة بآيتين قال ربكم الذي يسجي لكم الفلك. ولا ده ما يهو يهو ذاته؟ لكن الصوفية لعرفهم شنو؟ العرفوا شنو بالقرآن؟ العرفوا شنو بالسنة؟ يجي يقول لك لا أمنتم من في السماء؟ ده ما الله طبعا، ده جبريل. وإنت قلت الله ما في، لا كده لا كده ولا كده ولا كده، تجي تقول جبريل في السماء؟ يعني الله ما في وجبريل في السماء يعني؟ ها؟ لكن هذا من جهل الصوفية منو؟ هذا من جهل المتصوفة. يا أخي ربنا قال الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. نزل نزل من وين يا صوفي؟ نزل من وين؟ انت ما بتعرف لغة عربية؟ ما بتعرف رياضيات؟ ما بتعرف نزل؟ لما يقول لك الشيء ده نزل، نزل من وين يعني؟ انت لقاك نزول من تحت لفوق؟ ما في بالجنبات في نزول يا دول؟ نزل من فوق لتحت، دي اسمها نزل صعد، ولا في غير كده في الرياضيات؟ انت ما قريت قد المنتصر؟ ما قريت الأساس؟ مش كان بيقول لك عد تنازلي عد تصاعدي؟ تنازلي وتصاعدي ده شنو؟ تنازلي من فوق لتحت. الله قال الله الله نزل، نزل من وين؟ من فوق. نزل أحسن الحديث، إنا أنزلناه في ليلة القدر. ده منو ده؟ إنا ده منو يعني؟ ده ولا ده جبريل برضو؟ ولا ده كمان برضو جبريل؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر. جبريل ذاته بينزل من الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذه وقفات قليلة جدا أردنا أن نبينها وأن نبين ضلال هؤلاء الناس، ما عندهم حاجة. عشان كده شوف ميدان زي ده ما بينزلوا فيه إطلاقا. حميدة الشغلة كتمت معه هنا، بقى مباريرة جا السوق العربي. أنت عارف الزول ده بس محل ما نمشي احنا جاي ورانا ضبانه، بس ضبانه يا اخي محل ما نمشي جاي ورانا. انت قايل ليه وانت وحماده قال الشغله دي؟ هي قايله يعني انت بس ايوه نزل هنا ناس كتار نمش نغمش منهم اثنين ثلاثه، وانت قال الشغل ده على كيفك يا دول الناس لاميهم الله؟ احنا ما لامين لنا دول هنا والله، ولا شفت ماذا صار السنه اللي كان بيشتغلوا بها؟ جاي جايبين كراسي وفرشات، ما باقي ما باقي لهم الا يجيبوا زلابيا وشاي لبن. نحن لا عندنا زلابية لا شاي لبن ولا ترمز ذاته ما في، بس عندنا الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال حميدة جا ورانا بهناك في السوق العربي وما عندك أي شيء. يا حميدة انت في هنا ما نفعت في سوق ستة، دار تنفع في السوق العربي؟ يعني فرق شنو؟ ما داك سوق عربي وده سوق ستة، فرق شنو يعني؟ مبارينا وجاي وراء، لكن مع ما تجب نديك شلوت ونمشي قدام، ما بنشتغل بيك يا حميدة. عرفت ننتفك صوفة صوفة. الصلعة الباقية دي مكملة لك إن شاء الله بآيات الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أكتفي بهذا القدر وأقدم أخونا آدم.